ناس كتيرة بتشوف ان الديناصورات اللحامة كانت بتمثل خطر كبير في العصر بتاعها، ودي حقيقة، بس هم مفكرين ان الديناصورات النباتية على الناحية التانية مش بتمثل اي خطر، وهي عبارة عن اكل المفترسات. بس في الواقع في كتير من الديناصورات النباتية اللي ممكن تقتل الوحوش اللحامة عادي جدا، والفيديو ده هنكون بنعرض اقوى 5 ديناصورات نباتية على مر العصور، ودي سلسلة جديدة في القناة اسمها توب 5. فده اول جزء، فاتمنى يعجبكم وتستمتعوا بيه. وطبعا انت او انت لو بتحبوا الديناصورات او الكائنات المنقرضة بشكل عام، احب اقول لكم ان القناة دي معمولة علشانكم، فما تنسوش الاشتراك علشان يجيلكم كل جديد من نفس السلسلة. طبعا في كائنات كتيره نباتيه عملاقه زي الارجنتينوسورس والبريكيوسورس، ولو قررنا نقول مين اقوى الديناصورات النباتيه، الكائنات دي هتاخد القايمه كلها حرفيا، ولكننا هنتكلم عن الكائنات المتوسطه في الحجم، والفصيله الواحده ما ينفعش تاخد اكتر من مركز. يعني مثلا فصيله الانكيليوسورس فيها كذا نوع وكلهم كائنات قويه، ولكني لما اقول الانكيليو هياخد المركز دوت، فده معناه ان الفصيله كلها في الرينج ده. اتمنى اكون وضحت الامر شويه. فيلا من غير رغي كتير نبدا بالمركز الخامس. الدراكوسورس، الديناصور ده ممكن يكون مفاجأة انه موجود في القائمة، لان حجمه صغير جدا، يعني هو اكبر سنة من الخروف الحالي، بس الفكرة ان الكائن ده كان صعب اصطياده جدا، لانه بيمتلك سرعة كبيرة وقفزة عالية، وطبعا الجمجمة بتاعته صلبة جدا، ده غير ان فيها قرون حادة، هي صغيرة ولكنها حادة جدا، فطبعا عشان السرعة بتاعته الكبيرة بيعرف انه يفلت من المفترسات، وعلشان الجمجمة الصلبة لو الامور اتأزمت ممكن ينطح بيها اي حد، بيستخدمها زي الطور كده، لان فعلا راسه صلبة جدا، وطبعا ده من اشهر الديناصورات النباتية لانه ظهر في كذا عمل سينمائي، وحتى لو الديناصورات اللحامة حصرته ممكن يستخدم القفزة بتاعته العالية وبعد كده يستخدم السرعة، فبرضه ممكن يهرب. فعشان هو بيتميز بقوة هجومية بتتمثل في الجمجمة الصلبة والقفزة العالية والسرعة الكبيرة، وبرضه بيعرف يهرب ويراوغ، هيحصل على المركز الخامس. الاستيجوسورس، دبابة العصر الجراسي. الديناصور ده كان حجمه كبير، لان طول الجسم ممكن يعدي ال 14 متر ووزنه حوالي 7 طن، فالحجم لوحده عامل كبير في اخافة المفترس. بس خلي بالك دي اول حاجة، لان غير الحجم هو عنده اشواك عملاقة على امتداد الظهر، ودي بتخلي المفترسات ما تعرفش تنقض على ظهره ابدا، فالحل الوحيد انهم يتجهوا ناحية الراس، والمناسبة هو كان بيتماس براس صغيرة جدا. بس نفترض ان المفترس ما فكرش في الظهر وروح ناحية الراس، برضه هيجد صعوبة كبيرة، لان الاستيجو بيتميز بديل قوي مليء بالرماح الحادة، فحرفين المفترس مش هيلحق على كل ده، جلد سميك، اشواك ظهرية، ديل رمحي فتاك، وحجم كبير، فعلشان كده الاستيجو سورس هيحصل على المركز الرابع. التريزينوسورس، العضاء الحصدة. اكيد انت كنت متخيل ان الديناصور ده هيبقى في القائمة، ومش بس كده، اكيد كنت معتقد ان هو هياخد المركز الاول او التاني على الاقل، وده طبعا ليه؟ علشان انت سمعت فيلم جوراسيك وورلد الجديد. بس يا عزيزي المشاهد، احنا بنتكلم من ناحية الواقعية مش الافلام، وهو بعيدا عن الافلام بيعتبر قوي جدا، انا منكرش حاجة زي دي، وعلشان كده انا مديله المركز التالت. بس الفكرة ان الفيلم كبر في حجمه وفي المخالب، وحتى صلابة المخالب زودها، لأن مخالب التريزينوسورس في الحقيقة بتستخدم للحصول على الطعام، ولما الأمور كانت بتتأزم كان بيلجأ للمخالب، وفي الحالة دي المخالب كانت بتبقى عامل كبير في خفة المفترس، وأكيد كانت بتفيده في القتال، فأكيد عشان الحجم الكبير خصوصا من ناحية الارتفاع وامتلاكه لأكبر مخالب على مر العصور، أكيد هيكون واحد من أقوى الديناصورات النباتية اللي المفترسات هتجد صعوبة كبيرة في اصطيادها، فعلشان كده التريزينوسورس هيحصل على المركز الثالث. الانكيليوسورس، المدرع العملاق، دبابة العصر الطباشيري، واحد من اقوى الديناصورات في قوة التحمل، دائما كانش الاقوى، وده اكيد بسبب الغطاء العظمي المتلاحم اللي بيغطي ظهر الانكيليو بالكامل،
لان الغطاء ده حرفيا بيخليه منيع ضد اي اسنان قاتله لانه صلب وما فيهوش اي فراغات. وعلشان المفترس يعرف يقتل الانكيليو لازم يقلبه على ظهره، وهنا ياتي دور الديل العضلي القوي اللي بيتميز بالكتله الصلبه في النهايه، ودي لوحدها بترعب المفترس لان كتله من العظم بالحجم والصلابه ديت اكيد الضربه بتاعتها هتكون قاتله. بس للاسف الحلو ما يكملش، الانكيليو بيعتبر واحد من ابطا الديناصورات على الاطلاق، ده ابطا من الاستيجوسورس حتى، بس هو بيعوض النقص ده بمميزاته الرهيبه لانه لما كان بيحاصر من الديناصورات اللحام القويه كان بيفضل يضرب بالديل بتاعه على الارض كنوع من التحذير، يعني بيقول له يا تبعد يا تقول على نفسك يا رحمن الرحيم لاني مش هرحمك. فاكيد علشان القدره الكبيره للانكيليو في الدفاع اللي بتتمثل في الدرع القوي والقدره الهجوميه اللي بتتمثل في الديل القوي هيكون واحد من اقوى الديناصورات وهيحصل على المركز الثاني. الترايسيراتوبس الديناصورز والقرون الثلاثية أقوى ديناصور عاشب على الإطلاق، قوي جدا في الهجوم وحتى في الدفاع كان بيعتبر كويس جدا، ودي تعتبر حاجة غريبة بالنسبة للديناصورات النباتية إنه يكون قوي في الهجوم، لأن أغلب الديناصورات النباتية القوية بتبقى مشهورة بالدفاع القوي بتاعها، لكن الترايسيراتوبس بيمتلك قرون فتاكة. وعلى الرغم إن في أبحاث بتقول إن القرون دي ما كانتش بتستخدم في القتال، لكن في أبحاث أدق بتنفي الأبحاث القديمة لانها بتوضح ان الترايسيراتوبس كان بيمتلك مفصلات قويه في الرقبه، والمفصلات دي بتخليه يحرك رقبته بكل سهوله، وكمان بتساعده اكتر في استخدام القرون اثناء القتال. وطبعا عشان بيمتلك سرعه كويسه على الرغم من حجمه الكبير، قوه الاندفاع مع حده القرون بيعمله سلاح فتاك، ده ممكن يقتل ادخن ديناصور فيك يا غابه، لان قرونه كانت كبيره وكانت صلبه وعضلات جسمه كانت كويسه، فعلشان كده برضه كان بيتميز بقوه تحمل كبيره وده بيفيده جدا في الدفاع. فطبعا علشان الترايسيراتوبس اقوى ديناصور من ناحيه الهجوم وبرضه دفاعيا مش بطال ابدا، اكيد هو هيكون اقوى ديناصور عاشب وهيحصل على المركز الاول. فكده ملخص الكلام ان الدراكوريكس هيحصل على المركز الخامس على الرغم من صغر حجمه، وده طبعا بسبب السرعه والجمجمه الصلبه، والستيجوسورس هيحصل على المركز الرابع بسبب الاشواك الظهريه والذيل الرمحي الفتاك، اما المركز الثالث هيكون للتريزينوسورس صاحب المخالب الفتاكه، والمركز الثاني هيكون الانكيليو الجبار دفاعيا، وطبعا المركز الاول هيكون الترايسيراتوبس. وطبعا دي القائمه الخاصه بيا، مش شرط تكون برضو هي القائمه بتاعتك، وعلشان كده هستنى راي كل واحد في التعليقات بالنسبه لك مين اقوى خمس ديناصورات نباتيه. وطبعا لو السلسله دي عجبتكم قولوا لي في التعليقات هل نستمر فيها ولا لا، ولو هنستمر الموضوع اللي جاي في توب 5 هيكون عن ايه. واكيد يا اصدقاء لو عجبكم الفيديو منسوش اللايك المشجع والاشتراك علشان نستمر. وبس كده دي نهاية الفيديو، بشكر كل واحد على المشاهدة وسلام.